سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان. رمضان كريم، دوام الصحة والعافية والمغفرة إن شاء الله. صحافة الاثنين 13 من أجوان كتبت عن ردود أفعال الوزراء المغادرين للحكومة في التعديل الأخير الذي أجراه أول أمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وحسب ما رصدته الصحافة، فإن عم مرغول قال أثناء تسليمه للمهام لخليفته عبد الوهاب نوري، قال إنه أخيرا سيخلد للراحة بعد ما يقارب 20 سنة من العمل، وحسبه لم يرتاح فيها مطلقا، فيما علق طويلو اللسان بعبارة اللي ما طال العنب حامضا عنه يقول، وقالوا فقنا لك يا غول، لو كان الأمر بيدك لخلدت في الوزارة. سيد أحمد فروخي خلال تسليمه للمهام أيضا لخليفته شلغوم عبد السلام قال لهم يكفيني شرفا أن صورتي ستعلق في الوزارة، في إشارة إلى صور الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ الاستقلال. عبد الرحمن بن خالفة قالت الصحف سيعود خبيرا مثل ما كان، والطاهر خوى صائم عن الكلام، في حين أخذت هذه التغييرات نصيبها أيضا من التعليقات الفيسبوكية التي وصفتها بالحركة الرمضانية التي تظهر فيها لمسة سلال وصعيداني، وقالت أن هذا التغيير لم يكن وفق تطلعات الكثيرين، خاصة بعد التعديل الدستوري والحديث الكبير عن الدستور الجديد. كانوا الكثير ينتظرون حكومة تكون يعني موازاة مع الحدث الكبير وهو تعديل الدستور. الصحف قالت أيضا وداعا لحق الشفعة وقاعدة 51-49، حيث سيحمل مشروع قانون الاستثمار الذي من المقرر أن يعرض اليوم الاثنين للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، مفاجآت بالجملة ينتظر أن تثير جدلا كبير. قالت الصحافة أهمها حذف حق الشفعة وقاعدة 49-51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، ويوضح عرض أسباب مشروع القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة للمراقبة وأيضا دخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجراء المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار. قتل ما يزيد عن 50 شخص وأصيب 53 آخرين، أيضا هذا الخبر تناولته الصحافة الإلكترونية كثيرا، في إطلاق نار على ملهى ليلي في فلوريدا جنوب الولايات المتحدة الأمريكية. النادي الذي أطلق فيها النار، قالت الصحافة الأمريكية أنه نادي ليلي للمثليين، واعتبرته أسوأ هجوم وقع على الأراضي الأمريكية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. ومطلق النار هو أمريكي من أصل أفغان يدعى عمر صديق متين، كان قد بايع تنظيم الدولة الإسلامية قبل تنفيذه العملية، هذا ما قالته الصحافة الجزائرية الإلكترونية نقلا عن الصحافة الأمريكية. إلى أخبار بالتفصيل، جريدة النهار قالت الدرك يحبط مخطط لضرب الجزائريين في عقيدتهم من الأربعاء بالبليدة، هذه هي الصفحة الأولى اليوم للنهار. النهار قالت تمكنت فصيلة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني للبليدة من تفكيك شبكة تنتمي للطائفة الدينية الأحمدية التي تضم 1000 عنصر ناشط على المستوى الوطني، وحيث تم توقيف 9 أشخاص قالت النهار بتهمة المساس بالأمن والسلم الاجتماعي، والذين كانوا ينوون فتح مركز جهوي لضم أتباع كتيبتهم الدينية، وتعمل هذه الطائفة على ضرب العقيدة الجزائرية. الجزائر وفرنسا تتبادلان عينات بيولوجية لرهبان تبحيرين وعائلاتهم. قالت النهار كشفت مصادر قضائية للنهار أن وفد قضائي فرنسي التقى نظرائه الجزائريين الخميس الماضي بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة. حسب المعلومات المتوفرة، فإن الوفد الذي قاده القاضي الفرنسي مارك تريبيديك سلم للقضاء الجزائري عينات بيولوجية لعائلات الرهبان، كما منحت الجزائر عينات بيولوجية لرهبان تبحيرين لفرنسا، وتنفيذا للإنابة القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق الجزائري تم عقد لقاء بين القاضي الفرنسي المكلف بالقضية مرفوقا بخبراء من الوفد الجزائري يوم 9 أجوان الماضي. الإدارات لا تتسع لشباب لانام، سنحولهم تدريجيا للقطاع الاقتصادي، هذا تصريح المدير العام للوكالة محمد الطاهر شعلان.
قالت النهار، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أنا محمد الطاهر شعلال أن الوكالة لن تترك شباب ما قبل العقود للتشغيل العاملين حاليا بالإدارات العمومية في مناصبهم، وسيتم تحويلهم من الإدارات إلى القطاع الاقتصادي تدريجيا، مؤكدا أن الإدارات اليوم توجد في حالة إشباع قصوى وهو السبب الذي آل دون إدماجه. تنزيل رتبة العسكريين وإحالتهم على العدالة عن كل تصريح يمس بالبلاد. قرر رئيس الجمهورية قالة النهار وزير الدفاع الوطني قائد القوات المسلحة عبد العزيز بوتفليقة فرض عقوبات صارمة تصل حد التنزيل في الرتبة على كافة الضباط السامين سواء كانوا بصدد مزاولة مهامهم أو قد أحيلوا على التقاعد في حال كسرهم لجدار واجب التحفظ والكشف عن أسرار من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد وإعادتها إلى حديث العشرية السوداء ثانية. المحرر تساءلت في صفحتها الأولى، قالت هل سيصبح قرار رفع سعر الكهرباء حقيقة؟ المحرر قالت من الملاحظ أن التعديل الوزاري الجديد الذي أحدثه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بعض قطاعات الحكومة لا سيما فيما يتعلق بقطاعي الطاقة والمالية إلى جانب استحداث حقيبة وزارية جديدة خاصة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية، فيما تم تعيين بوطرفة على رأس وزارة الطاقة وهذا ما فهم، قالت الجريدة، على أن الجزائريين على موعد مع قرارات مهمة تتعلق بأسعار الطاقة حيث لطالما رافع بوطرفة في العديد من المناسبات لصالح رفع سعر تسعيرة الكهرباء. في المحرر أيضا أكثر من 34 ألف أستاذ يشرعون في تصحيح أوراق البكالوريا. المحرر قالت أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الكشف عن نتائج الاختبارات. أكثر من 34 ألف أستاذ يشرعون في تصحيح أوراق البكالوريا. قالت المحرر شرع أمس الأساتذة المصححون في عملية تصحيح أوراق مترشحي البكالوريا لدورة جوان 2016 البالغ عددهم أكثر من 65% من أصل 38 ألف ممتحن، وذلك بعدما أقرت الحكومة تنظيم بكالوريا جزئية لفائدة تلاميذ الشعاب التي مستها التسريبات بداية من 9 جوان الجاري إلى غاية 23 من نفس الشهر بعد فضيحة التسريبات التي مست عرض البكالوريا. جريدة البلاد قالت نتائج الامتحان الكتابي لمسابقة الأساتذة ستكون في 23 أجوان. البلاد قالت أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سيتم الكشف عن نتائج الاختبارات الكتابية لمسابقة توظيف الأساتذة يوم 23 جوال بدل 14 جوان كما كان مقررا، على أن ينظم الاختبار الشفوي يومي 27 والثامن 28 جوان 2016 ويكون الإعلان النهائي عن النتائج يوم 3 جويلية 2016. إلى جريدة المحور، قالت توقيت جديد لعمال المنشآت النفطية بالجنوب وهذا بسبب الصيام. المحور قالت أقرت الشركات النفطية والغازية المتواجدة بالجنوب جملة من الإجراءات الاستعجالية لصالح عمال في منشآتها بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي كانت تفوق أحيانا 50 درجة مئوية، وقالت حفاظا على المردودية الإنتاجية خلال شهر رمضان، حيث برمجت هذه الشركات توقيت عمل جديد يتناسب وشهر رمضان الذي يسمح لهم بتقسيم مهامهم والعمل في ظروف جيدة حيث يتم تعويض الفارق الساعي ليلا للحفاظ على المردودية. الجزائر الجديدة قالت في خبر اقتصادي، قالت أن الحكومة تراهن على 3 بوابات مالية. الجزائر الجديدة قالت على غير العادة اقتصر التعديل الجزئي في أكثر الحكومات تعديلا، حكومة سلال الخامسة، على 5 مناصب 3 منها لها أكثر من دلالة في الوقت الراهن الذي صار فيها الدينار وبرميل البترول يلعبان دور مشنقة لا تنتظر حكما قاضي لتفعيل دورها في ذي الأزمة مالية خانقة. وأيضا تركيز التعديل الحكومي، قالت الصحيفة، على وزراء المالية والطاقة والسياحة له أيضا دلالات أخرى بالنسبة لحكومة تبحث كيفية تنويع مداخلها بكل الطرق بين الداخل والخارج من حيث المطلوب من وزير المالية الآن حاجي باب عمي تفعيل آليات استقطاب مالي داخليا بضرائب جديدة تعوض جباية البترول.
جريدة الصوت الآخر قالت غول هذا أسعد يوم في حياتي، هكذا قال عمار غول في الصوت الآخر. الصوت الآخر قالت دخل الوزير السابق في حكومة سلال والذي كان مسؤولا عن وزارة السياحة بابتسامة عريضة تخفي وراءها كثيرا من الحزن والحسرة والألم على مغادرة الجهاز التنفيذي بعد قرابة 17 سنة كاملة قضاها، وقالت فراق مناصب المسؤولية في أجهزة الدولة. ورغم أن غول الذي بدا جد متأثر إلى أنه استطاع تمالك نفسه وضبط دموعه وإن كانت دلالات صوته تكذبه في كل مرة، إلى أن غول أقسم إيمانا غليظا يقول أن هذا أسعد يوم في حياتي، وبقى يردد أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد. شكيب خليل يخاطبكم عبر سكايب بعد أن اختفى من الزوايا. قالت الصوت الآخر عاد وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل المثير للجدل للنشاط مجددا، ولكن هذه المرة ليس عبر الزوايا وإنما عبر سكايب من خلال تنشيط هذا الأحد محاضرة من مدينة وهران حول الوضع الاقتصادي الجزائري والتحديات المفروضة بدعوة من الناشطة السياسية في حزب جبهة التحرير الوطني جمع زهية. وقدم الوزير نظرته للخروج من الأزمة والحلول التي يجب أن تتخذها الجهات الرسمية في الجزائر في المستقبل. أخبار اليوم في خبر أيضا يتعلق بالاقتصاد والمالية، قالت وداعا لحق الشفعة وقاعدة 51-49. أخبار اليوم قالت يحمل مشروع قانون الاستثمار الذي من المقرر أن يعرض اليوم للمناقشة في المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، مفاجآت بالجملة ينتظر أن تثير جدلا كبير أهمها حذف حق الشفعة وقاعدة 51-49 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر. ويوضح عرض أسباب المشروع القانون بأن حق الشفعة فقد دوره كأداة للمراقبة لدخول الأجانب إلى الاقتصاد الوطني، وهذا منذ إلغاء إجرار المراجعة القبلية من طرف المجلس الوطني للاستثمار. الموعد اليومي قالت فرنسا ركعت القضاء الأوروبي ودول الخليج تدعم قتل المسلمين. قالت الموعد اليومي كشف وزير خارجية الصحراء الغربية محمد سالم ولد السالك أن التعنت المغربي بعدم إعطاء الشعب الصحراوي حقه الكامل في تقرير مصيره وعرقلت أي قرار يخدم الصحراء الغربية له تواطؤ من داخل مجلس الأمن الدولي، وبذلك يربح الوقت للتملص من التزاماته، بالإضافة إلى منع مجلس الأمن الدولي من اتخاذ بعض القرارات. كما تطرق محمد سالم إلى التواطؤ المباشر من طرف فرنسا مع الاحتلال المغربي، وقال أن فرنسا تتدخل عسكريا في دول أخرى من أجل تحقيق ما يسمى بالديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها تعرقل قرارات مجلس الأمن من أجل استقلال الصحراء الغربية وإرساء الاستقرار. مقري قال لهذه الأسباب تم التعديل الجزئي في الحكومة. اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الأحد أن التغيير الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي مس عدة وزارات جوهرية يدخل في إطار فشلها في إيجاد حلول وبدائل سريعة وفعالة للأزمة الاقتصادية. وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم أن إنهاء مهام وزير الطاقة صالح خبري وتعويضه بالمدير العام لصنع الغاز نور الدين بوطرفة يعود إلى سعي الحكومة إلى إيجاد وزير آخر يملك حلولا لإعادة أسعار المحروقات كما كانت من قبل، أو إيجاد حلول أخرى بديلة، وهي المهمة التي فشل فيها سابقه صالح خبري. جريدة الشعب قالت أمريكا تشيد بدور الجزائر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل. جريدة الشعب قالت أشاد منسق شؤون مكافحة الإرهاب بوزارة الشؤون الخارجية الأمريكية جوستين سيبريل يوم الأحد بدور الجزائر في تحقيق الاستقرار بمنطقة الساحل ومكافحة ظاهرة الإرهاب. وصرح سيبريل للصحافة عقب الاجتماع الثالث للحوار الجزائري الأمريكي في المجال الأمني المنعقد بالجزائر العاصمة أن الجزائر تلعب دورا ريادياً في المنطقة وتعمل دائما لصالح الاستقرار في هذه المنطقة. في الصحافة الناطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت لي غيزون دان شانجمون تحدثت عن التعديل الجزئي الأخير للحكومة
وقالت الإكسبريسو أنه لم يعد مخفيا على أي أحد أن الوضع الاقتصادي والمالي في الجزائر يمر بمرحلة حرجة، ولهذا حسب الإكسبريسيون الحكومة تبحث الآن عن حلول عاجلة حتى لا تتعقد الوضعية الاقتصادية أكثر. وذهبت الإكسبريسيون في تحليلها أن كل التغييرات الجزئية الأخيرة تصب في هذا السياق إيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية التي بدأت تتعقد في الجزائر. لجور دالجيري قالت 18 قتيل و 32 جريحا خلال يوم واحد. لجور دالجيري قالت لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 32 آخرين بجروح في 21 حادث مرور عبر 15 ولاية من الوطن حسب ما جاء في حصيلة لمصالح الدرك الوطني. وأضاف المصدر نفسه أن أخطر حادث وقع على الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي تبسة وسوق هراس، عندما فقد سائق سيارة من النوع الخفيف توازن سيارته بعدما قام بتجاوز خطير أدى إلى اصطدامه بحافلة كانت قادمة من الاتجاه المعاكس. إلى هنا نصل إلى نهاية معرض صحافة اليوم. ننتقل بكم إلى فقرتنا الرمضانية وهي قضيانكم علينا. هذه المرة قضيانكم علينا أمل عباس وعبد النورحاب انتقلوا إلى الناشطة والحقوقية نفيسة لحرش. نشاهد هذا الربورتاج. جا رمضان وأنا نقول لكم صحة رمضانكم. في رمضان يتلاقى الحباب وتتلم العيلة، في رمضان طيح البركة ويجي الخير معاه، وفي رمضان ضيوفنا راح يكونوا قضيانهم علينا. وضيفتنا اليوم الكاتبة والإعلامية نفيسة الحرش. يا الشافي بحكامك حال كل مضرور، شفي عناي ذاتي من ذا الوجع نبرار. لاباس انت يا صافا بيان كيف صحتك؟ كل عام وانت بخير. اهلا وانت؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله يا بخير. لاباس الله يسلمك. انا والله شويه شويه رمضان كيفاش نقول مبروك على كل الجزائريين وكل على كل المسلمين، وحنا نتمناو ان نصوموا بخشوع وبانسانيه اكثر. يعني طبعا نروح للسوق ونقضي ونحب نخير القضيان، لانه السوق هو اللي يعطيك ويفتح حضانه ليك، هو اللي يعطيك الفرصه انك تختاري العشاء. يا من جانا بشير بالهدى ونذير، يا من جانا بشير بالهدى ونذير. دونك مدام نفيسة الحرش كي تدخل السوبرات واش تشري؟ واش الحاجة اللي لازم تروح ليها هي اللي أولا نروحوا منطقة اللحوم، من بعد الخضار، من بعد البقايا. اولا نصها يروح للشربه ممكن حسب العائله، اذا كان عندك كثير ناس واذا لا لا. انا على كل حال ندير شربه ليومين. هل حسيتي انه انت محقوره تقولي ندافع على في بلاصه المراه، ام ان جات اختيارك للمراه كتاباتك للمرأة؟ مرة كان قال لي أخي، كنت عملت حاجة على قانون الأسرة، كلمني خويا من البلاد قال لي وراه مشكل تاعك كاين واحد راه يضغط عليك اللي راكي تعملي في هذا النشاط والتصريحات. قلت له إذا ما نتكلمش أنا اللي مش مضغوط عليا مين راح يتكلم؟ اللي مضغوط عليهم ما يقدروش يتكلموا، فعلى الأقل اللي واحد يحس عنده قدرة وحر ومتمتع بذاته أو بإمكانياته يقدر يتكلم، يقدر يتكلم لأنه ما عنديش ضغوط. أنا عشت في أسرة محافظة جدا، أنا وأختي صغيرة من أربع بنات الأولاد اللي دخلنا المدارس، ومنطقة محافظة جدا اللي هي منطقة في الجنوب في بسكرة،
قرية كذا، والوالد كان من جمعية العلماء المسلمين، حب يقري البنات من منطلق مبادئ الجمعية وكذا. فكنت يمكن الأولى في العائلة اللي أدخل مدارس واللي أدخل جامعة واللي أسافر من منطقة العاصمة حتى أدرس. لا، مش كنت متحرر، كان أبويا حاب يدرسني، أبويا لأنه كان مقتنع بتعليم الفتاة، فكان ممكن يوقفني من تعليم ابتدائي، لكن هو صرف عليا رغم ما كانش عندي منحة، كانش عندنا بوكس، كان يخلص لنا الداخلي أنا وأختي، خلص لنا الداخلي ويدرسنا. على فكرة والدي مولود في 1897، تصوري، كان يدفع فلوس سنوياً لمعهد، في الأول كان معهد تعاليمية ومن بعد ولا ثانوية عايشة حتى ندرس ونجيب البكالوريا. بعد البكالوريا بطبيعة الحال ما كانش يقدر يرجعنا للبيت، كنت لازم تكملي الجامعة، وبعد الجامعة كان لازم تعملي، ما كانش ممكن نرجع البلاد باش نعمل إعلام في البلاد، ما كانش لأنه منطقة العمل الإعلامي في العاصمة. فبالتالي هاي التطورات اللي خلت، لكن المفتاح الأول هو التعليم، لأنه وقتنا احنا يعني مش كيف وقتكم الآن، وقتنا كان حرية المرأة تكتسب بالتعليم. لحقت لو كي نشوف الآن 77% من الجزائريات في الجامعة، نقول هذا نجاح، لأنه لما كنا حنايا كنا نمثل 1%، الآن الجامعيات الجزائريات يمثلوا حوالي 57-67% في القسم في الجامعة، وهذا مهم جدا، هذا نضال. سهد المسيح وصبر أيوب لقضى الجليل، وسجعت نوح وهبها لاج والجلال، أحصنت موسى الكريم ورضى إسرافيل، أحصنت موسى الكريم ورضى إسرافيل، وسقط لوط وصب داود في الدار. طاعت يونس وصب يعقوب الفضيل، وزاد يشاع وعن مشيت عن الجمال. طاعت يونس وصب يعقوب الفضيل، كش ما تدير بيها. هاي لي ما بدقيهم، خلصنا نزيدو حليب، قرا حليب ولا لبن. دوك حنا نخلو مدام نفيسه الحرج تكمل قديانها، وحنا نروحو نشوفو عبد النور والعائله. اليوم رانا في بلديه برج البحري، راح نشوفو عائله متكونه من 6 افراد تسكن في هذا المكان. اذا حبيتو تشوفوهم تبعونا. السلام عليكم. لاباس؟ واش راكم؟ لاباس؟ راكم ملاح؟ لاباس؟ صحه؟ لاباس؟ بخير؟ الحمد لله. هذو ولادك؟ ايه ولادي. الله يسعدك. ربي يحفظك. صرا لا ديغنيغ فوا رحت الوالد ليكي، قال لي نبعثهم هنا للبلديه، لا كومي تاع برج البحري. برج البحري هنا. قال لي يديروا لك حل، قال لك ايه كاين كاين، راني من 2006 وانا في هذا البراكه. الكبير فيهم يقرا؟ ماشي يقرا. ولدي ما عادش يروح. علاش؟ باش ملي مات بابا ما عادش يروح. قال لي عاد يعايروني انا ثاني ما نروحش. أنا في حالة يعلم بها ربي سبحانه.
خدمتش بس عندي دراري صغار، شكون بيهم في الدار؟ انا صغيره عندها عام صافي، كي نروحو نخليهم يزيدو يضيعو اكثر من اللي كانوا ضايعين. لو بير ما كاش، البابات ما كاش، وزيد لي ما تخرج برا تخدم وتشوفي شوفي بالك كي نروحو نخليهم نحسب الف حساب وحساب يعني معاهم وديجا. إعلامية ورئيسة جمعية امرأة في اتصال. ايه راكي تبعي وقتاش على بوك؟ تبي حتى لدرك تشوف شكون تديري وقتها؟ ما كنت صغيرة كنت نحب البوليتيك. ودرك اش راكي ديري؟ قريتي و المهم يتزوجوا والراجل يقول لك ما يتزوج ما يفكروش في هذه النتائج. من بعد مع العشرة مع الأيام مع المشاكل تبدأ النتائج تظهر. أنا كنت نحكي لك الآن البارح 12 مرأة مطرودة من بيتها وتلجأ إلى سنتر داكي. فقال لك كاين امثال شعبيه يقول لك اللي ما يحسبش العقوبه تاعو وكذا، لكن في النهايه احنا جمعيات دورنا هو انه نستقبل هاد النساء، نسمعهم، نوجههم، نفهمهم. بون حنايا ما عندناش مراكز استقبال اوكي، لكن عندنا علاقات وين نقدروا نوصلوا هذا بهذا خيوط بالنسبه لي محاوله حمايه هاد النساء. كلمه اخيره اليوم جبت معك نهار كومبلي، رحنا للسوق وقضينا لهاد العائله، واش تقدري تقولي لي؟ أني على كل حال سيدة الكريمة واش نقولها؟ نقولها انا قضي ما قضيت لهاش قضيه سبيسيال، واش ناكل انا؟ واش اللي ناكل عمري يعني؟ والمفروض هذا العمل ما يتقدمش على اساس انه يتصور، ولانه هذا عمل انساني ما لازمش المفروض الواحد يتكلم عليه ولا يبينه. لكن مانيش عارفه خطتهم هما في التلفزيون كيفاش طرحت، هما يشرحوا بعد علاش، ولكن اللي يهمني انا في الموضوع هو كيفاش تربطي علاقه من انك تبعي تلفزيون وكي مثقفه على حسب ما نشوفوا، وراكي تعرفيني من قبل على حسب ما قلتي، كيف نربطوا هذه العلاقه؟ كيف انه يمكن بنتك تكمل عام عامين تقدري تحطيها عند امك، تحطيها عندك كذا وتشتغلي، لابد من الشغل، لابد من الاعتماد على النفس. هدف تاع الحصه انه الاعلام عنده دور كبير لما يصور هذه اللحمه بين المجتمع الجزائري، بين الطبقه المثقفه، بين الطبقه السياسيه، بين الطبقه الرياضيه، ومع الناس البسطاء، حتخلق شويه نوع تضامن بين المجتمع الجزائري. شكرا جزيلا. عفوا حبيبتي، عفوا، ويعطيك الصحه وبلا مزيتي ويعطيك الصحه مدام فايزه. ان شاء الله ربي يفرجها عليك ان شاء الله وتفتح عليك من كل جهات، وراهم يشوفوا الناس، وان شاء الله يجيك اعانات كبيره، والمره الجايه نجوك لدارك ان شاء الله. عبد النور، شفنا اليوم الشخصية الإعلامية نفيسة الحرش اللي جوزنا نهار كومبلي معها حتى لحقنا لهذه العائلة، وشفنا هذه العائلة والظروف المزرية اللي تخبط فيها، وهذا بفضل جمعية كافي اليتيم عين طايا اللي نشكروها بزاف بزاف. وعلى هذا ما قعد لي غير نضرب لكم موعد آخر مع شخصية واحدة أخرى وعائلة واحدة أخرى في قضيانكم علينا. شكرا لكل من عبد النور رحاب وامال عباس. نفيسه لحرج تساءلت في هذه الفقره، قالت ربما ما نعرفش هدف الفقره. احنا نقول لها انه هدف الفقره هو هدف خيري، يعني بحث هدف خيري فقط، معناتها انه نساعد المحتاجين، لا نعطوهم لا دروس في الاخلاق ولا دروس في كيفيه تسيير امورهم. ماهيش هدف الفقره ان نقولوا للناس جيبوا اطفال ولا ما تجيبوش ولا كيفاش يعني كيفاش تسيروا اموركم وحياتكم. الهدف فقط انه نعين المحتاج. الفقراء في هذا الشهر يحتاجون الاعانه وفقط، ما يحتاجوش من دروس
من أي أحد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا. قناعة منا دائما إن شاء الله أنه اليوم أفضل من الأمس، سنغد أفضل، ودائما دعوا ربي يعلي راي بلادنا. محمد عثمان يحييكم، السلام عليكم.